نحضر اليوم لافتتاح الطبعة الخامسة لصالون الدولي للنقل واللوجيستيك. هذا الصالون الذي ينظم بعد سنتين من الركود الناتج عن يعني جائحة كورونا. الحمد لله نسجل اليوم أكثر من 75 عارض، ونسجل كذلك ضيف شرف يعني مهم وقوي وهو مملكة هولندا. لماذا هولندا؟ يعني كان هناك محادثة طويلة، والحمد لله اليوم هولندا حاضرين معنا بعشر شركات جاءوا من يعني من هولندا، بما فيهم ميناءين من أكبر الموانئ وهو ميناء روتردام وميناء أمستردام، وبالإضافة إلى شركات أخرى تعمل في مجال لوجيستيك.